بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارين المحترمين. بداية أود أن أشكر السادة المستشارين على طرح هذه الأسئلة حول هذا القطاع الحيوي. جوابا أود أن أذكر أن بلادنا تعتمد سياسة اقتصادية تقوم على الانفتاح وحرية المبادرة، إيماناً منها بأن مبدأ التحرير هو الوسيلة الأنجع لخلق الثروة وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل. ففي قطاع النقل تم خلال 20 سنة الماضية تحرير عدد هام من القطاعات الحيوية كالنقل الطرقي للبضائع والنقل الجوي، بالإضافة إلى النقل البحري والخدمات المينائية، باستثناء النقل البحري للمسافرين نظراً لخصوصيته وأهميته الاستراتيجية. ويرتبط قطاع النقل البحري ارتباطاً وطيداً وقوياً بتنمية قطاع الموانئ، حيث عملت بلادنا على تطوير أقطاب مينائية هامة على طول الساحل المتوسطي والأطلسي، كما حرصت على ربط هذه الموانئ بشبكة طرق السيارة والسكك الحديدية، الشيء الذي مكن من جلب الاستثمار الدولي في ميدان النقل البحري، ومن ثم الرفع من مؤشر الربط البحري للمغرب الذي يحتل المرتبة 20 على الصعيد الدولي، حيث أصبح مرتبطاً بأكثر من 184 ميناء في 71 دولة. ويشكل ميناء طنجة المتوسط نموذجاً لنجاح هذه السياسة على المستوى الاقتصادي بالنظر إلى الدينامية الاقتصادية التي انطلقت بفضل هذا المشروع، والمتمثلة في خلق فرص الشغل واستقطاب مصنعين دوليين للاستقرار في المغرب كمصنعي السيارات، وكذا إدماج المغرب في محيطه الأوروبي والمتوسطي، وهو نفس النموذج الناجح الذي تطمح بلادنا إلى تحقيقه من خلال تطوير مركبات مينائية أخرى بكل من الناظور والداخلة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التكامل بين مختلف الأقطاب المينائية مع مراعاة مؤهلات كل منطقة. أما فيما يتعلق بالنقل البحري بالعبارات والذي يخص نقل المسافرين والنقل الطرقي الدولي للبضائع بين الموانئ المغربية والأوروبية بالبحر الأبيض المتوسط، فهو يتميز كما سبق أن ذكرت بعدد من الخصوصيات تتمثل أساساً في كونه يستقطب رواجاً مكثفاً مقابل محدودية الأرصفة المخصصة لهذا النوع من النقل من كلا الجانبين المغربي والأوروبي. وبالتالي اختار المغرب تدبير هذا النقل من خلال نظام الرخص بهدف الحفاظ على حضور متوازن للشركات المغربية أمام نظيراتها الأوروبية في احترام تام للاتفاقيات الثنائية التي تؤطر هذا النقل. هذا النظام ديال الرخص الهدف منه ايضا هو تحديد الالتزامات للشركات ديال الملاحه البحريه حفاظا على ديمومه الخدمه وسلامه الخدمه وجودتها. وفي الموضوع المرتبط بالنهوض وتنميه قطاع النقل البحري وكذا الاسطول المغربي البحري، وحيثكم علما انه وفقا للتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي أكد من خلاله على تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، وأمر نصره الله بالتفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، فإن وزارة النقل واللوجستيك تنكب حاليا على التحضير لإطلاق دراسة استراتيجية في هذا الباب، وسنقوم من خلال هذه الدراسة بتشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية من أجل ملائمتها مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وشكراً.